في 2006 صدرت لعبة Final Fantasy 12 الجزء 12 من سلسلة Final Fantasy، وصدقوني لو قلت لكم أنه من بعد جيل بلاي ستيشن 1 هذه أفضل لعبة Final Fantasy نزلت. فسوي لنفسك معروف، إذا ما كنت جربت إلا 13 و15 سوي نفسك معروف وخذ لك Final Fantasy 12 ولعبها. الشيء الحلو أنه أخيراً هيئة الإعلام المرئي والمسموع فسحت للعبة في السعودية، وأنا اليوم معاي نسخة المجمعين المعروفة بكولكترز إديشن، نسخة أسطورية رهيبة بستعرضها لكم اليوم في هذا الفيديو السريع. هذا هو الغلاف الأساسي بالستايل المعروف عن ألعاب فاينل فانتسي، خلفية بيضة عليها طبعاً الأرت، لا هنا الأرت الرهيب حق فاينل فانتسي، والعنوان الخاص باللعبة اللي هو 12. بس طبعاً هذا الصندوق هو مجرد غلاف خارجي وأبيض من كل الجهات، وراء مكتوب عليه المحتويات زي ما نشوف هنا، بس ما علينا، علينا بإيش موجود داخله. عشان كذا نقول له وخر عن الطريق ونشوف هنا داخل إيش موجود. صندوق ثاني، صندوق داخل الصندوق. في هذا الصندوق نقدر نشوف آرت وورك خرافي من الأرتس حق سلسلة فاينل فانتسي المعروف، نسيت اسمه، إيش اسمه؟ بخلي الشباب يغششوني على بال ما استعرض الصندوق هذا الرهيب. فزي ما نشوف من كل الجهات، هنا عادي عنوان، هنا نفس الشيء. اسمه مايموتا؟ لا عمران، مو مايموتا، لا غلط. عموما نفتح الصندوق هذا عشان نشوف ايش داخله. طاطارارارا، رسمه ثانيه زياده داخل، اسطوريه بعد داخل الغلاف. شوفون كيف رسمه داخل الغلاف. ف نشوف بعدين هنا ايش فيه داخل الصندوق، نوريكم. في حاجتين خليني اوريكم هنا، واحده يمين واحده يمين واحده يسار، او واحده يسار واحده يمين. هذه عباره عن رسمات خاصه باللعبه لست شخصيات مختلفه، بنفتحها الحين واحده واحده ونشوفهم. اوكي، والجهه الثانيه هنا في الصندوق الخاص بعلبه اللعبه، خلونا نطلعه. صندوق الحديدي الخاص باللعبة، صار مع كل نسخ الخاصة يجي معها صندوق حديدي خاص باللعبة. طبعا مو بس في اللعبة، في حاجة ثانية بعد، فخلونا نفتح نشوف ايش داخله. الشباب يقولون اسمه أكاهيكو يوشيدا، ان شاء الله مو غلطانين. امانو، ايه حبيب قلبي امانو. طبعا نشوف داخل هنا ايش عندنا، عندنا اللعبة اوكي، والساوند تراك حق اللعبه اللي فيه المقطوعات الموسيقيه الخاصه باللعبه، هذا اللي موجود في الغلاف الحديدي الخاص فيها. نشوف الحين الرسمات الفنيه، هذه هي الرسمات الفنيه. نشوف الشخصيات الخاصه باللعبه، عندنا ستة منهم هنا. طبعا شخصيتي المفضلة هي مين؟ لا مو بنت. شخصيتي المفضلة هي طحش، صح؟ عبد الله الدوسري يتفق معي. طيب نشوف ايش في داخل. في حاجة واحدة هي أهم حاجة موجودة، وكرتون ثالث داخل الكرتون الأول والثاني، فقرات. عندنا الفقرات الخاصة بالجج اللي موجودين في اللعبة. اوكي، عندنا كم واحدة؟ واحدة، ثنتين، ثلاثة، أربعة، خمسة. نشوفهم، نفتح العلبة ونشوفهم عن قرب. هذا الأول، طبعا جودة ممتازة جدا ما شاء الله. حطه هنا. الجج الثاني، الجج الثالث، والرابع، والخامس. إذا باختصار شديد إيش داخل هذه النسخة الخاصة بالمجمعين؟ خمس فقرات خاصة بالججز اللي موجودين في اللعبة، عندنا الرسمات الفنية الخاصة بالشخصيات اللي موجودة في اللعبة، وأيضا عندنا الغلاف الحديدي واللي مو بس في اللعبة، في اللعبة وأيضا في الساوند تراك الخاص باللعبة. إذا لعبة فاينل فانتسي 12 نزلت في 2006 نتكلم يعني شيء قبل 11 سنة تقريبا،
ناس كثير ما لحقوا عليها او ما قدروا يلعبونها على ذاك الوقت لما نزلت على جهاز بلاي ستيشن 2. احنا الحين بلاي ستيشن 4، فجيلين كاملين مروا، لا تفوتونها اذا من جد تحبون العاب الار بي جي، تحبون سلسله فاينل فانتسي وفاتتكم ذي اللعبه لاي سبب من الاسباب، لحقوا عليها الحين والعبوا لعبه فاينل فانتسي من ايام العز. طبعا الكوليكترز اديشن سعره كم في امريكا؟ $200 زي ما يقول عمران. ف ما اعرف وين بتلاقونه هنا، لكن اذا لقيتوه شيء رهيب صراحه الكوليكترز اديشن، خصوصا اذا كنت تحب اللعبه واللعبه بشكل عام متوفره. يعطيكم العافيه على المتابعه، كان معكم حمد السيمي على قناه رو جيمنج، لا تنسونا كالعاده باللايك والسبسكرايب.